اكله شهيره للارانب، هي ان احنا بناخد الشوربه بتاعتها ونعمل عليها احلى ملوخيه. دي خلاص امر مفروغ منه، وملوخيه الارانب في حته تانيه. طيب ازاي بقى اسلق الارانب؟ دي حاجه مهمه جدا جدا علشان اخد منها شوربه حلوه. طيب يا جماعه، اول حاجه بنعملها للارنب ان احنا بنعمله محلول ملحي. دي حاجة يعني هنعمل في الأرنب أي حاجة بعد كده لازم نعمله المحلول الملحي ده، لو بنعمله لكل الطيور اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية بتكفي الغمر الحاجة عندنا ونحط فيها ملح وسكر، ودايما بتبقى نص الكمية، الكمية السكر نص كمية الملح. وأي حاجة عندي بقى ورق لوري، فلفل أسود، قرفس، ليمون، ما بحطش خل خالص على الطيور، وبعدين بنقعها فيها يا سلام 4 ساعات كده، ساعتين لو مستعجلة، يبقى بالنسبة لي كده باخد حاجة فلة وريحتها حلوة. طيب تعالوا بقى بعد ما عملنا الخطوة المحلول الملحي دي نسلقه. هنسلقه ازاي؟ تعال اقولك. اول حاجة هجيب الارنب وهقطعه 4 ارباع هنا، وبعدين هجيب مكعبين زبدة وشوية زيت زيتون لو انت عايزة، واحط مستكة كرفس، ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، حصى، عود قرفة، وبصل، وجزر، وطماطم، وقرفس. دي حاجات كده أساسية عندي علشان أسلق أي حاجة، أي حاجة الحاجات دي أساسية معايا. وبعدين هحمره، ممكن نحمره يا جماعة بشوية سمنة بس كده، وممكن نعمله صلصة، صلصة يعني صلصة للتحمير عبارة عن سمنة وصلصة ومعلقة كبيرة عسل أسود وشوية زيت. عايزه تحمريه كده اوكي، عايزه تحمريه بشويه سمنه وبس كده ورشه ملح وفلفل اسود، انا معاكي جدا، تعالي نعمله كده خلاص. طيب اول حاجه عندي الحله لازم تكون سخنه كويس قوي قوي قوي. ليه؟ علشان عندي هنا امسك العصاره واحبس العصاره بتاعه ايه؟ بتاعه الارنب عندي او الفراخ او الحمام، مهم جدا جدا. يبقى عندي هنا الحله سخنه، هحط فيها ايه؟ يلا بينا، مكعبين زبدة ورشة زيت زيتون، مهمة قوي قوي. ما بتبلش الأرنب خالص قبل خالص، بسيب الأرنب كده ما بتبلهوش قبل خلاص، لكن بتبله هنا. أنا بس هنقلها خلاص عندي هنا على النار الأعلى علشان تنجز معي. حطيت هنا عندي إيه في الحلة؟ مكعبين زبدة وشوية زيت زيتون. في ناس كتير مش شايفه ان زيت الزيتون ليه دخل علينا؟ ليه دخل علينا؟ علشان هو بيعادل يا جماعه وبيعمل كل حاجه صح. وليه زيت زيتون؟ علشان عندي هنا زيت الزيتون اولا هو ما بيدينيش طعم ابدا خالص يبان، ثانيا علشان عندي الزبده ما تتحرقش. عايزه تحطي زيت نباتي ماشي حطي، بس زيت الزيتون افيد كتير، فانا ليه استخدم زيت نباتي وانا عندي زيت زيتون؟ هي دي الفكره. الزيت النباتي يعني مش افضل حاجه، ولكن زيت الزيتون صحي جدا جدا. انا هنا عندي الزبده مع معلقه زيت الزيتون بس، وبعدين هي في مكانها تمام. هعمل ايه؟ هنزل بقى عندي هنا الارنب الخطير اللي احنا بصوا لونه عامل ازاي، عاملينه مع بعض وحاطينه في المحلول الملحي. وبعدين عندي هنا ايه بقى؟ بصوا كده، فلفل اسود، حصى، ورق لوري، وعود قرفه. شايفين التركيبه دي؟ شايفين التركيبه دي؟ دي احلى تركيبه عندي ليه يا جماعه سلق اي طيور، دي احلى تركيبه لسلق اي طيور. وبعدين اروح ملح بقى، والملح طبعا احنا اتفقنا ان هو عمره ما بيأجل سوى حاجه ولا بيعطلها، وفلفل اسود بس كده. لازم تاخد لون من الجنبين. وايه تاني بقى؟ بروح حاطه، شايفين دول؟ جزر، بصل، طماطم. جزر، بصل، طماطم، حطوهم. الله على النكهه، الله. طيب طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا بقى الارنب عندي بياخد لون وقلب. عايزه اقول لكم ما بياخدش وقت خالص يا جماعه، اوسع له كده. البهارات والتوابل العطريه اللي انا حطها والكرفس اللي انا بالنسبه لي اساسي عندي ورئيسي في شوربه اي حاجه. عارفين لو عامله شويه شوربه لسان عصفور لازم احط لها كرفس. ليه بقى؟ علشان ده بيخليها حاجه تانية،
شوربه في حته تانية، شوربه كوارع، شوربه عكاوي، ابسط شوربه من ابسط شوربه، شوربه عصفور لاعظم شوربه. حطي بس عودين كرفس، وبعدين ننزل بقى بالميه السخنه بتاعتنا. خلاص، وهغطيها لحد ما احط تاني ميه في الكتل، علشان انا محتاجه ميه بسرعه تديني انها تكون مغليه، فتديني سرعه في الاداء، مش هستناها لسه ايه تغلي. بص بقى عندي مرقه وانا لسه بقول يا هادي كده، وكمان انا لسه هي مغليتش، يعني لسه الارنب ما طلعليش البهاريز بتاعته، بس انا عندي ليه شوربه وعندي مرقه عشان احط مكعب زبده وايه تاني، وحاطه الحاجات العطريه الحبهان. شايفين؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ ولا ريحتها؟ ريحتها خرافيه، ريحتها حلوه جدا. كرفس بقى مع البصل مع الطماطم مع الجزر اهو، مع الملح والفلفل الاسود وعود القرفه والورق اللوري والحبهان. ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ شوربه 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 تتحط في كوبايات وتتشارب، مش اي كلام. اهي هسخنها وهبدا اطلع الارنب بتاعي في طبق. الارنب بتاعي يلا استوى، مش هيبقى مستحمل ريحه الشوربه تجنن. شوب شوربه بقى لاي حد تعبان يا جماعه، واتفرجوا حاجه صحيه جدا. خلاص طلع عندي ايه؟ ارنوبي نوبي. الكيوت الخطير ده. وعندي الشوربه هنا، هقول لها شكرا، بس قبل ما اقول لها شكرا اسمحوا لي اوريها لكم. بصوا عامله ازاي، بصوا خطيره ازاي. طبعا هي مش فيها يعني ما فيهاش دهون خالص، لان عايزه اقول لكم الارانب اقل حاجه في اللحوم البيضة فيها دهون، اقل حاجه في الدنيا فيها دهون، ما فيهاش دهون تقريبا. بس كده. وعندي هنا بقى ايه الطاسه اللي قلت لكم عليها. هتعملي فيها ايه يا فيفا؟ انا هحمر فيها الارنب، انتوا متخيلين؟ هحمر فيها الارنب، فانتوا متخيلين الطعم هيبقى عامل زي الارنب، هيبقى متحمر في سمنه حمرت فيها المكسرات، ميكس كده لذيذ. تعالوا بقى نحط الارنب اهو في نفس السمنه، بس كده، واسيبه ياخد لون. ممكن اعمل الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي عسل وصلصه، ممكن، بس انا لا، انا بدل العسل اللي هستخدمه انا هستخدم عسل المكسرات، سكر المكسرات لما احمر. عايزه الصينيه يا شباب. تسلم ايديكوا. ماشي، تعالوا بقى نقلب هنا شويه الرز اهو. اخد عندي الارنوب اللي متحمر وتعالوا نحطه هنا كمان. عايزه اقول لكم ريحته تحفه بشكل غير عادي اهو. اقول لكم على حاجه، شويه دول نزلوهم هنا.